محمد باهي حرمة مناضل وصحفي كبير من القادة ديال جيش التحرير، جرب البندقية والقرطاس والقلم، وخاصو ماشي حلقة، خاصو بزاف ديال الحلقات، داير بحال زربة اليوناني، وهو نموذج لشخصية روائية فذة وبالغة الغنى والتعدد، وهو ممثل لجيل كامل والمرحلة التاريخية مهمة، وممثل لجيل تولد ما بين الحربين، ومن طوى عليه هذاك الجيل من الأمل والخيبات بوصفه كما وصفه الروائي عبد الرحمن منيف. تولد محمد حرمة أنينة، وهو الاسم الحقيقي ديالو لمحمد باهي حرمة بمنطقة تبان علي اللي كتعتبر مركزا لقبيلة إيدو علي بالجنوب من بلاد شنقيط موريتانيا عام 1930. والده هو محمد حرمة بن محمد أنينة، أما خاله فهو الزعيم الصحراوي المعروف حرمة ولد بابانا. شاءت الأقدار أن يفقد الأب ديالو مبكرا وهو صغير، وغادي يربيه خاله. أبان الطفل باهي عن نبوغ مبكر منذ بداية التعليم ديالو داخل الخيمة، وعلى قدرة كبيرة على التعلم بلا مدرسة، وعلى حس سياسي في الوسط اللي تربى فيه، وعلى قدرة كبيرة كذلك على تعلم اللغات. من الأول كان مغامر كالصعاب، واختار المجازفة من اللي تسلى الخلسة إلى باخرة الصيد بناء وديبه متجهة إلى مدينة طرفية المغربية. من اللي اكتشفوا أمره دخل في مساومة مع طاقم الباخرة للقيام بتنظيف المطبخ وغسل الأواني وصيانة المراحيض مقابل العدول باش ما يرموش في البحر. ومن طرفية إلى قلميم كانت مسيرة اللقاء مع جيش التحرير بالجنوب المغربي، وتم هز البندقية، وكان من القياديين الكبار ديال جيش التحرير، ووصل المسيرة نحو الشمال واشتغل في جريدة العالم والمحرر، ومن هنا بدأت رحلته الصحفية. الأمر المهم، حسب شهادة محمد بن يحيى المناضل الاتحادي وصاحبه والصحفي السلامي الحسني اللي كان رئيس قسم العربي بإذاعة فرنسا الدولية، الصحفية والكاتبة زكية داود رئيس تحرير مجلة لا ماليف، فإن الرئيس الجزائري هواري بومديان بنفسه اقترع عليه على محمد باهي سنة 1975 باش يسلم قيادة البوليزاري ويكون هو الرئيس ديالها، فطلب منه محمد باهي مهلة للتفكير وهي في الواقع مهلة للرحيل. في الغد هز حوايجه ورحل لباريس، واللي اختارها منصة لتقديم الجواب للجزائر وللرئيس الجزائري هواري بومديان، وكان الرد قوي وصاعق في شكل مقال بجريدة المحرر يوم 13 غشت 1975 بعنوان لا تجعلوا لينين موظف لدى فرانكو. كيفاش هو المعارض لفكرة انفصال موريتانيا على المغرب، كيفاش غادي يقبل باستقلال الساقية الحمراء والذهب، وهو اللي حمل السلاح في جيش التحرير ضد الاستعمار باش يكون مغربي. جا الجواب ديالو دعوة للتخلص من الأوهام خاصة لدى الشباب اليساري اللي ما فهموش مزيان الماركسية، وحولوا لينين إلى موظف بسيط في قصر فرانكو، وما كيعرفوش بأن الدولة العتيدة اللي بغين يصنعوها في الصحراء غادي تكون دولة تابعة بحكم طبيعتها الضعيفة وبحكم قوة الأشياء في عصر الإمبريالية إلى دولة صغيرة ومحتقرة. سنة من وراء هادشي عمق الاختيار ديالو ورسخه في مقالة نشرها يوم فاتح مارس 1976 بجريدة 23 مارس تحت عنوان اذهب أنت وربك فقاتلا، كناية عن أطروحة عقلانية كترفض الزج بالشعبي المغربي والجزائري في مواجهة مباشرة بسبب احتضان الجزائر لجبهة البوليزاريو. محمد باهي رسل عبد الرحمن ليوسف اعتباره رئيس تحرير جريدة التحرير المغربية للقيام بتغطية صحفية لدخول جيش التحرير المغربي بقيادة كل من أحمد بن بلة وغواري بومديان من تلمسال الجزائر، وبعد ذلك غادي يرحل لباريس بعد انقلاب 19 يونيو 1965 في الجزائر، وبدات سميتو كتشهر في الاوساط الثقافيه المشرقيه وفي القاهره وفي المشرق العربي. تعين باهي بصفته مدير لوكاله الانباء العراقيه في باريس برتبه وزير، وكان كيحمل الجنسيه العراقيه، لكن هذا الشيء ما غيرش من الطباع ديالو ومن التصحراويه ديالو. لمحمد باهي كان عنده شغف خاص بالتاريخ، وهو اللي قال من واجب الصحفي باش يكون المؤرخ اليومي بامتياز ويعكس انشغالاته وهموم الخاصه ديال المجتمع ديالي، وكيقول على باريس بانه احببته كما احببت الصحراء الاولى، فهي لم تصنع قيودا في معصمي او قدمي وتركتني حرا طريقا كما عشت في الصحراء اخترق كل الفضاءات، فباريس لن تمل من المشي لان المشي في باريس كشف واكتشاف. عين عبد الرحمن اليوسف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي وكذلك رئيس لجريدة الاتحاد الاشتراكي
كمستشار إعلامي ليه في خضم الصراعات الحزبية اللي كانت كتخترق الجريدة في بداية التسعينات، اللي تتوقف نبضة قلبه يوم 4 يونيو 1996 تحت ثقل الضغوط، بينما كان يستعد للعودة لباريس لشنشاق الهوى ديالو. وفي الموت ديالو كل شي كيقول راه كاينة أكثر من إنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.